السلام عليكم أعزائي المشاهدين، صفحة ويكار أوتو لتجارة السيارات. رجعنا لكم بث جديد بخصوص السيارات الشفروليت اللي متوفرة الآن لدى شركة ويكار أوتو لتجارة السيارات. عنواننا أربيل، تقاطع مخمور باتجاه شركة البيبسي. طبعا من ناحية السيارة والبثنا اليوم بخصوص الشفروليت الكابتيفا موديل 2022، السيارة اللي عليها ضمان 3 سنوات من شركة منصور، محرك وجير وإلكترونيات. طبعا من ناحية السيارة عائلية 7 راكب. الشكل الخارجي نبدي من ناحية المحرك. اخوان المحرك 4 سلندر 1500 تيربو، طبعا ايكو بوست 16 صمام بقوة 143 هورس باور. الشكل الخارجي مقدمة السيارة على هيكل، طبعا على هيكل زعنفة القرش اللي معروفة بالكابتيفا موديل 2022. كشافات ضباب أمامية، حساسات أمامية، كذلك ويلات مقاس 17 أسود مطعم كروم، إطارات من النوع الكونتينيتال، إشارة بالمري، أيضا فتح السقف سلايد، والدخول بواسطة مفتاح ذكي اللي موجود بالبابين الأماميات. سيارة 7 راكب، اقتصادية بصرفيات الوقود، أيضا اقتصادية بالعمل. خلي نشوف الشكل الخلفي، عندكم جناح خلفي أيضا، شعار البريمير اللي موجود بجهة الخلفية مع شعار الكابتيفا، كاميرا خلفية أيضا، اكزوز خلفي، وعندك أيضا مزودة بأربع حساسات خلفية. طبعا 7 راكب، العدد الاصلي اللي تجي وياها، حاملات اكواب للمقاعد الصف الثالث مع مخرج اليو اس بي، حزام امان، كابتيفا موديل 2022، صرفيات الوقود اللي موجوده بالسياره، دخول بواسطه مفتاح ذكي اللي هو البصمه. طبعا من ناحية الباب، كشوة الباب ايضا جلد، جدات كروم مطفي ايضا اللي منطي جمالية اكثر للسيارة. عندك المقاعد مخمل وتحتوي على وسائد هوائية، والتحكم بها كهربائي لصفحة السائق. اما من ناحية التحكمات اللي موجودة بالمقود، عندكم تحكم السيارة من جهتين بالصوت، عندك وخفض الصوت وارتفاعه والاتصال، عندك مثبت السرعة كروز كنترول. التحكمات اللي موجودة على ايدك الايسر اللي هو تحكم بالمراية الجانبية اذا اوتو او بدون اوتو تريده، ايضا تحكم مستوى الاضاءة الامامية، تحكم باضاءة العداد. من ناحية الشاشة 8 انش تدعم نظام ابل كار بلاي. جير اوتوماتيك سي في تي، الهاند بريك البصمه، اوتوماتيك ستارت، نظام الايكو، اقتصاديه بصرفيات الوقود. طبعا السياره متوفره الان لدى شركه ويكار اوتو لتجاره السيارات، عنواننا اربيل، تقاطع مخمور باتجاه شركه البيبسي. خلينا نشوف مقاعد الصف الثاني. طبعا السيارة مزودة بست سماعات، تبريد قطعتين مركزي للجهة الخلفية، خلينا نشوف مقاعد الصف الثالث. طبعا تقدر تتحكم بالمقعد الصف الثاني من خلال هذا المقبض. طبعا مقاعد الصف الثالث واسعة جدا، فتحة سقف سلايد ايضا،
فتح السقف سلايد والتبريد المركزي للجهة الخلفية. طبعا داخلية لونين، متوفر اللون الأسود، أيضا متوفر اللون الأبيض والسيلفر. سعر السيارة شامل الرقم 220 بمحرك 4 سلندر 1500 تيربو، محرك إيكو بوست، ناقل حركة CVT ب 16 صمام. طبعا السيارة اللي يفكر انه عنده عائلة وذني، السيارة تفيد، وايضا 7 راكب، اقتصادية وعليها ضمان 3 سنوات العفو، محرك وجير والكترونيات. متوفرة الان لدى شركتنا. اما من ناحية اللون الابيض ايضا متوفر، واللون السيلفر ايضا متوفر عندنا ونفس الموديل. اما من ناحية اللون الماروني اللي سألوا عليه، من ناحية اللون الماروني متوفر الـ LS موديل 21 بسعر 205 شامل الرقم. اما من ناحية سعر البريمير الفول مواصفات بسعر 220 شامل الرقم سعر النهائي، كان سعرها 230. حاليا بخصوص راس السنة شركة منصور ايضا سوت تخفيضات ايضا على السيارات اللي موجودة عندنا بسعر 220 الف دولار خصومات على سيارة كاتيفا. طبعا راح اشرح المواصفات بصورة سريعة. محرك 4 سلندر 1500 تيربو، عندك ويلات مقاس 17، اطارات من النوع الكونتينيتال، دخول بواسطة مفتاح ذكي اللي هو البصمة، إشارة بالمري مع خاصية الطي المراي كهربائيا، تحكم السيارة من جهتين، شاشة 8 إنش، مقعد السائق كهربائي الحركة، تحتوي على 8 إيرباك و6 سماعات اللي موجودة على السيارة. سيارة رزنة اقتصادية بمعنى الكلمة. شيفروليت كابتيفا موديل 2022 بسعر 220. من ناحية اي استفسار بخصوص السيارات اللي موجودة عندنا من ناحية الشيفروليت كابتيفا، اذا تريد تحجز تقدر تتواصل ويانا على الارقام اللي موجودة بالبث باي وقت كان، نحجز لك السيارة وندز لك اياها لاي مكان انت تريده ولكن على حسابك الشخصي. تحياتي لكم اعزائي المشاهدين صفحة ويكار اوتو لتجارة السيارات، شكرا على حسن متابعة.